السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع. اليوم سأتحدث عن هذا الصنف المميز من أصناف التين، ألا وهو التين الأسباني الأخضر. وهذا الصنف ممتاز من الأصناف الممتازة الجيدة جدا، وكما نلاحظ يمكن تمييز هذا الصنف من أوراقه الخماسية. أوراقه خماسية وثمره ما شاء الله كبيرة، ويجود هذا النوع من أنواع التين في الشتاء. هذا لا يعني أنه لا يثمر صيفا، ولكن يجود أكثر ما ممكن أن يجود في الشتاء. ولا أنصح أنا بزراعة هذا التين بشكل تجاري، لأن عيبه الوحيد هو سرعة النضج، أو بمعنى آخر صعوبة تخزينه لفترة طويلة. فلا يستحب أن يزرع بشكل تجاري، لأن عملية التخزين ونقله تجاريا ستأخذ مدة أطول. ويمكن تمييز نوع هذا التين وهو صغير عن طريق أوراقه الخماسية التي تنحني من أطرافها على شكل ملعقة، ويمكن تحديدها وهو كبير أيضا. رغم وجود أحيانا بعض الأوراق التي تكون ثلاثية فيه، ولكن دائما نحن نبحث عن ورقة الخماسية كما تلاحظون هذه، ونوعا ما تكون زيتية. هذا التين حقيقة الأمر ممتاز جدا وذو أحجام طيبة، وكما سالفت وقلت إنه يجود في الشتاء ويعطي أيضا في الصيف، وثماره تكون في الصيف نوعا ما مصفرة أكثر ما تكون في الشتاء بلون أخضر. لاحظ على القرون، ولاحظ أحيانا تكون درجة الإخضرار في الثمار. ويتميز أيضا هذا النوع بغزارة إنتاجه، وخاصة إذا وجد هذا النوع التسميد الطيب والاهتمام، وزراعته أيضا في الشمس المباشرة. لاحظ، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، هذه أشجار صغيرة. لاحظ الثمار تكون نوعا ما مصفرة صيفا، ولاحظ هنالك ورقة ثلاثية أيضا تتكرر في هذه الأشجار، وخاصة إذا كانت الأوراق حديثة. ومن مميزات هذا النوع أيضا نلاحظ أن ثماره قد تكون على الأعواد القديمة كما تلاحظون في الصورة الآن، رغم أن باقي أنواع التين تثمر في النموات الجديدة، وخاصة إذا لم يتم تقليم هذا التين تقليم جائر السنوي. انظر إلى الحجم، ما شاء الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طعمه لذيذ، وهذا هو لونه داخليا. تم تصوير هذا المقطع في شهر 3 2021. أوراق هذا التين مميزة، ممكن ملاحظتها وتفرقتها بكل بساطة لأنها خماسية. بارك الله فيكم وجزاكم الله الجنة، وادعوا لنا بالبركة. الله يبارك فيكم.